طبعا انا شفت ساحه التحرير، هاي العمارة كانوا يرمون منها مسيل للدموع، هذا كان لابسه جندي ايراني، هذا جندي ايراني لابسه، وانا اخذته من عنده وهذا ضربته هماتي، فهذا رجع للجيش العراقي، انطيته الواحد عقيد عراقي ما قبل يستقبله مني، واني مدين له يعني انطيه للجيش العراقي، القوات ضربتنا قوات ايرانيه مو عراقي.